كثير من الناس اليوم همه، فكره، عمله لأجل تحصيل الرزق، ورزقه مضمون ورزقه مكتوب. وما خلقنا الله لنبحث عن الرزق، بل تكفل لنا بالرزق. وما من دابة إلا على الله رزقها، ولكنه خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالذي يبحث عما ضمن له ويجهد عما ضمن له وهو الرزق، ويهمل ويضيع ما طلب منه وهي العبادة، لا شك أنه مطموس البصيرة، لا يدرك حقيقة الأمر الذي لأجله أوجدنا الله على هذه الدنيا. بل إن بعض الناس يكفر بالله، يعصي الله للبحث عن الرزق المضمون. وخلقه الله ليعبده، لا لأن يبحث عن رزقه. صحيح الأرزاق ما لها شغل بالذكاء، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. الذكاء ما لها شغل، أرزاق هذه أرزاق مكتوبة من عند الله تبارك وتعالى. والإنسان يسعى في طلب هذا الرزق استجابة لأمر الله، فامشوا في مناكبها. فالله أمر أن نمشي في مناكبها ونسأل الله من رزقه، لكن هذا المشي استجابة لأمر الله، لا أن الرزق لا يأتيك إلا وأنت تمشي، لا. ولذلك يرزق الآن الطفل وهو في بطن أمه، يولد وارثا 7 مليون 5 مليون أكثر أقل، صحيح يولد وارثا، يولد غنيا، أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. الأرزاق لا شأن لها بالسعي، وأما السعي فإنه استجابة لأمر الله. فالذي لا يسعى لا يؤجر، والذي يسعى يؤجر، لكن الأرزاق واحدة.